اذا ماشي مشكل، غادي نفترضوا على ان الجلابه ديالنا خديناها ب 400 درهم، ب 8000 ريال ماشي 7000 ريال. اذا 7000 ريال ما خسلكاتناش، غادي ناخذوها حنا مثلا ب 8000 ريال. 8000 ريال الا خدينا هذا الموديل 8000 ريال غادي نربحوا فيه ما قول 1300 ريال، 1300 اللي غادي نربح في البياسه. مزيان، دابا هذه النقطة الثالثة. إذا هذه النقطة الثالثة شنو غنناقشوا فيها؟ شحال ممكن من بياسة نخدمها في الأسبوع؟ غادي نقولوا إلا كانت الخدمة كثيرة نقدر نخدم 20 بياسة في الأسبوع، إلا كانت الخدمة واقفة راه نقدر نخدم 4 البياسات حتى الخمسة. حنا غادي نجيوها في المتوسط وغنديروا 10 البياسات في الأسبوع. إذا 10 البياسات في الأسبوع، إلا كانت كل بياسة من هادو، هاد البياسات هادو أو هاد الخدمة هادي كنربح فيها 1300 اللي هي 65 درهم، فهذا كيعني أن 10 البياسات غادي نربح، غادي نضرب 1300 في 10 غتعطيني 13000 ريال. إذا إلا كانت كل سيمانة كنربح 13000 ريال، غنقولوا الربح ديالي لا بأس به، راني كنربح 13000 ريال في السيمانة. مزيان، حنا دابا غادي ننتقلوا نجمعوا الحساب ديال السيمانه، ديال الشهر كامل، اربعه السيمانات. اذا اربعه مضروبه في 13، في 13000 ريال، اذا غتعطينا في المجموع 26000 ريال، 52000 ريال، اذا غتعطينا 2600 درهم في المجموع. مزيان، 52000 ريال اللي غادي نولي انا الا خدمت غادي نولي نربحها في الشهر. غادي ننتقلوا النقطة الرابعة شنو كتقول؟ النقطة الرابعة هو غادي نقول مع راسي أنا كنربح 2600 درهم أو 52000 ريال، ولكن واش هاد الخدمة اللي كنخدم واش فيها غير السلعة ولا فيها شي حويجات أخرين؟ لأن جمعت القيمة ديال الأرباح ديالي في الشهر، ولكن راه نسيت أنه عندي بعض المصاريف إلى جانب المصاريف ديال المواد الأولية ولا السلعة ديال هذيك الخدمة اللي خديت. هاد المصاريف منها الكراء، منها الضريبة، منها الكهرباء، منها التواصل، منها التنقل، ومنها العمال. على الأقل هاد الخمسة الأولاد، ستة العناصر راه حاضرين وكنخلصهم بطريقة غير مباشرة. غنبداو بالضريبة. بالنسبة للضريبة غتقول لي يا سيدي أنا ما كنخلصش الضريبة. لا ما يمكنش، راه أنت خدام والضريبه راه ما غاديش تخلصها من جيبك، راه مفروض هذيك البياسه وهذيك الكليان اللي غتخلص لك الضريبه. وغادي وفي الاخر غادي نقول لك علاش وكيفاش ممكن ان الكليان هو اللي كيخلص لي الضريبه ماشي انا. اذا الا كنت كاري مثلا ما بين 1000 درهم حتى 2000 درهم، نخليوها حنا في المنتصف 1500 درهم، 30000 ريال في الشهر. غادي نفترضوا على اننا عندنا 30000 ريال ديال الضريبه في العام، رغم ان القانون دابا تغير حاليا ومازال ان شاء الله غنطرقوا لهذا الموضوع. اذا الا كنت انا كاري ب 30000 ريال في الشهر، فهذا كيعني ان عفوا ان العام ان السنه غادي تجيني 30000 ريال في الضريبه. الا قسمتها على 12 شهر غتعطيني 2500 ريال، غتعطيني 125 درهم. غادي نجيو للكرا، غادي نحطوه حتى هو قدامه ونكتبوا 30000 ريال. غادي نجي للضو الكهرباء، غنكون تستهلك ما بين 100 درهم حتى 400 درهم، حنا غنخليوها في المتوسط وغادي نديرو 200 درهم، 4000 ريال في الضو. غادي نجيو نعم سيدي التواصل والاتصال، يعني ملي كنبغي نجيب سلعه ولا كنبغي ندومونطي عليها ولا شي حاجه، راه كنتصل بالكليان، كنتصل بالناس اللي كيخدموا ليا، كنتصل بالناس اللي تيخدموا معايا. اذا كنستعمل التليفون اكيد تندير تعبئه وكنتصل. كذلك ملي كنتواصل مع الكليان كنوري الموديل في واتساب الى اخره، ولا تنقل تدخل الانترنت، هنا كنحتاج الانترنت، وبالتالي غادي نقولوا على اننا كنخسروا غير 100 درهم، 2000 ريال ما بين كونيكسيون وما بين تعبئه. غادي نفترضوا على اننا كنتنقلوا مثلا المحل ديالنا بعيد، اولا كنمشيو نجيبوا شي سلعه وكنضطروا نشدوا طاكسي ولا نشدوا شي مركوب معين، وهنا ضروري ما غنلقاو اننا كنخسروا في التنقل على الاقل واحد 200 درهم في الشهر، 4000 ريال غنحطها. غادي نجي للعمال، نقدر نكون انا نكون محل بسيط، حانوت بسيط، تقدر تكون عندي واحد البنيه ولا واحد الويد اللي كيتسخر وكيجي كيفتح في الصباح، ولا كتجي كتفتح في الصباح، كتجفف، كتسيق، كتنقي المحل وكتمشي كتسخر ليها مصبانه، كتسخر ليها عند موالي السفيفه وموالي البريم. اذا هذه البنيه هذه الا درت ليها على الاقل الا درت ليها غير 200 درهم في السيمانه في الاسبوع، فالمجموع ديالها في الشهر جايبه 16000 ريال. اذا هذه 16000 ريال هي غنحطها قدام العمال. غادي نجي هنا نجمع هاد المصاريف اللي عندنا في النقطة رقم 4، غادي نلقاو على أن المجموع عندنا 56000 ريال و 500. إذا هاد 56000 ريال و 500 إلا جيت نقارنها مع 52000 ريال اللي عندي ديال الأرباح،
غلقى عن انه عندي العجز انني كنخسر من جيبي 4500. شفتوا المشكل فين كاين ولا لا؟ اذا لاحظوا معايا ان الموضي ديالي خديته بالثمن وربحت فيه، ولكن عند بالي راني ربحت وانا ما ربحت حتى شي حاجه، بالعكس هنا راني خسرت. اذا راه ما ساليناش هنا، غننتقلوا النقطه رقم 5. النقطه رقم 5 هو انه ملي تنكون انا ديال المشروع ديال الخياطه، راه ما كاينش شي حاجه سميتها غير خيط وربح خيط وربح خيط وربح، لا كاين واحد الحاجه اللي سميتها السفر. اكيد غتسافر في العام، واش ما غتسافرش؟ اذا انت السفر ديالك في العام غادي تحطو، غتكتب السفر، وغادي تكتب الانسان تيمرض لا يصلى قدر الله، تيمرض تيشري الدواء الاخير، غادي نكتب المرض. اذا هاد جوج النقاط غادي نجي نحدد ليهم يعني الثمن ديالهم. غادي نفترضوا على ان السفر غادي نستهلك فيه غير 2000 درهم في العام، نحطها. نجيو للمرض، لا قدر الله نقولوا راه كنخسروا ما بين الدويان والتدواز في العام، هذا الا كنت كتكلم على راسك انت بوحدك او انت بوحدك، خلي عليك العائله وخلي عليك مصاريف ديال الدار والوليدات والمسائل، هذيك هذاك شيء ابار، حنا كنهضروا عليك انت او انت اللي مسير هذاك المشروع، انت اللي واقفه على هذاك المشروع، وانت اللي خدامه ومخدمه ذاك المشروع. اذا انت كموظفه في ذاك المشروع ديالك اللي هو ديالك انت، راه كتخسري في السفر ديالك على الاقل 2000 درهم على الاقل، هادشي الا ما خسرتيش. المرض ديالك الا شريتي الدواء ودوزتي هذا، على الاقل في السنه راه كتخسري 2000 درهم. نقولوا انه مره كنمشيو للقهوه كنديروا، اكيد غادي تمشي تاكل تغدى ولا دير سندويش ولا دير كاسكروت ولا تشرب قهوه الى اخره. هادي بحال كنعرض، انا مره كنعرض على راسي، اذا ملي كنمشي انا ناكل في شي مطعم او هذا كنعرض على راسي، غادي نكتب ليها العراضه بهاد اللغه هادي اللي هي بسيطه. هاد العراضه هادي ممكن على انه نقولوا مثلا اننا كنخسروا على الاقل 100 درهم في الشهر، 2000 ريال غنحسبها في المجموع، نقولوا مثلا 1000 درهم 20000 ريال في العام نحطها. الحوايج، واش ما كتشريش الحوايج ما كتلبسش؟ اذا الملابس ديالك انت على الاقل، او انت غادي تقول على الاقل انا كي تخسري غير 2000 ريال في الحوايج ديالك للشهر، نجمعوها حنا ونعطوها 20000 ريال في العام، ونحط الملابس 20000 ريال او لا 1000 درهم. الا جمعنا هاد المصاريف اللي عندنا في النقطه الخامسه، غنلقاو على ان المجموع ديالها عطاتنا 6000 درهم، 120000 ريال الا قسمناها على 12 تعطينا 10000 ريال. 10000 ريال ديجا عندنا حنا 4500 في العجز ناقصه، نزيدوا عليها 10000 ولات 14500. والسؤال المطروح هنا، فينا هو الخلاص ديالك انت او انت اللي خدامه في هذا المشروع؟ الخلاص ديالك انت، الاجره ديالك، اين هي اجرتي في هذا المشروع هذا؟ اذا غادي نرجعوا للور وغادي نعيدوا النظر، وان شاء الله نتلاقاو في الحلقه المقبله.